طيب هنبدأ أول حاجة definition. أحدث جايد لاينز البرونكيا الأزمة هي الجينا جايد لاينز، وأحدث إصدار ليها كان سنة 2022. هما كل إصدار بيعملوا موديفيكيشن في الديفينيشن بتاع الأزمة، يشيلوا كلمة يحطوا كلمة. آخر ديفينيشن ليها إن البرونكيا الأزمة المفروض إحنا مش بنحفظ الديفينيشن، إحنا نفهمه بعد كده نحفظه. البرونكيا الأزمة هي عبارة عن إيه؟ ديسيز فين؟ في الإير واي، وبيبقى هيتروجينس. هيتروجينس يعني بياخد حتت معينه، مش لوكالايزد يعني في حته معينه. هيتروجينس يعني بياخد اجزاء من البرونكاي والالفيولاي. اللي بيميز البرونكيا الازمه كلمه مهمه جدا اسمها فاريابيليتي او ريفرسابيليتي او ايه تاني اللي هي باروكسيزمال، يعني كلمه باروكسيزمال او كلمه فاريابل او كلمه حاجه في الفانكشن بتبقى ريفرسابل، يبقى تفتكر الازمه على طول. يبقى الازمه نفتكر كلمه فاريابيليتي، نفتكر ان هي باروكسيزمال، نفتكر ان هي ريفرسابل. تمام، يبقى ديفينيشن كده ايه؟ هيتروجينس ديزيز يوجوال كاركترايزد باي كرونيك اير واي انفلاميشن ديفايند باي هيستوري اوف ريسبيراتوري سيمتومز ساتش از ويزز شورتنس اوف بريث شست تايتنس كاف that vary all time and in intensity together with variable expiratory air flow limitation. يبقى احنا عندنا symptoms كف وديزنيا ويزيشست. السيمتومز دي باروكسيزمال يعني variable، في اليوم الواحد ممكن تبقى variable، وفي على مدار اسبوع ممكن تبقى variable، على مدار شهور ممكن تبقى variable، ولو العين عمل function هيبقى فيه variability في air flow limitation. يعني مرة الفانكشن تطلع normal، مرة يطلع mild obstruction، مرة يطلع moderate، مرة يطلع severe. يبقى ده اللي يخليك تفهم الايه الديفينيشن، ان هو هيتروجين ديسيز وهو اير واي انفلاميشن. السيمتومز بتاعته باروكسيزمال. باروكسيزمال ايه؟ كف وديزنيا وويزيشست. ثلاث حاجات دول، كف وديزنيا وويزيشست، بس باروكسيزمال وفاريبل. وكمان لو جينا عملنا بارمون فانكشن تيست العين دوت هتلاقيها فاريبل، يبقى في فاريبل اير فلو ليميتيشن. في حاجه ثانيه اسمها الاتوبي. الديفينيشن بتاع الاتوبي عباره عن ايه؟ انكريز الاي جي لاي سبب. العين ده عنده انكريز اي جي، سواء عنده برونكيال ازمه او عنده سكين الرجي او عنده راينايتس، ده بنسميه اتوبي. اي انكريز الاي جي اي يبقى ده اتوبي. الاير واي هايبر ريسبونسيفنس دي جزء من البرونكيال ازمه، لكن ما هواش العين ده ازمتك. يعني العين عنده اير واي هايبر ريسبونسيفنس لو اتعرض لالرجي زي سموك، او ممكن يجي له كحه مثلا وتطول، يجي له برونكس باز، لكن لو عملنا له فانكشن هنلاقيه نورمال، ما عندوش ايه الدياجنوزز الشورت دياجنوز بتاع البرونكيال ازمه خلاص. لكن هو يعني سنسيتيف لاي ريحه، لاي دخان، لاي سموك، لاي دست كده، بيحصل له نارنج في الاير واي بس ما بيوصلش لمرحله الازمه. يبقى عرفنا الفرق بين البرونكيال ازمه والاتوبي والاير واي هايبر ريسبونسيفنس. طيب هل في ريسك فاكتورز؟ يعني هل في ناس معرضين انهم يجي لهم ازمه اكتر من ناس ثانيه؟ وجدوا ان في ريسك فاكتورز. اول حاجه في الريسك فاكتور هو الجينيتك بريسبوزيشن، زي ما الدكتور كان بيقول لكم برده الاسكليروز دي جينيتك، برده الازمه ليها جينيتك. عشان كده لو جالك عيان وشاكك انه ازمه وعنده مانيفيستيشن بتاع الازمه، لازم تساله انت عندك فاميلي هيستوري، والدك، جدك، عمامك، اخوالك كان عندهم ازمه؟ ده بيعمل ايه؟ بيسجست الدايجنوزس، بيساعد في ان انت تشخص. الاوبيزيتي من ضمن وجدوا ان في كورليشن ما بين البادي ماس اندكس، كل ما يزيد البادي ماس اندكس كل ما الريسك بتاع الازمه بيزيد. بالنسبة للسكس بيختلف من تشايلد هود لأدلت هود. في الأدلت هود بيبقى الميلز أكتر، أو البويز يعني عشان هما لسه أطفال، البويز بيبقى أكتر. أول ما بيكبروا شوية بتتعكس الريشيو، بيبقى الفيميلز أكتر من الميلز بعد البيوبرتي. في طبعا دي جينيتك فاكتورز، في حاجات انفايرومنتال، يعني لو عيان مثلا عايش في بيئه كلها الرجين سواء اندور او اوت دور، او عيان بيشتغل اكيوبيشنال في مثلا في مصنع قطن، مصنع غزل ونسيج، بيشتغل في كيميكالز، مصانع فيها كيميكالز، غير واحد قاعد في بيئه نظيفه مثلا دكتور زي حالاتكم كده في عيادته ما بيتعرضش لاي ابخره لاي دخان لكده. فالانفايرومنتال فاكتورز دي بتفرق. حتى لو عيان مش بيشتغل، ساعات في حاجات تبقى اندور، يعني حاجات جوه البيت بنلاقيها اكتر في الحاجات، الناس اللي عندهم سوشيو ايكونوميك ستيتس يعني اقل شويه، لو سوشيو ايكونوميك ستيتس، اللي هو الهاوس داست والاورجانيك والاير اورجانيك كومباوندز اللي موجوده في الفايبرز والسبورز والانسكت، الماماليان دندر اللي هو الوبر، الحيوانات، المايت فيسز، الانيمال الرجين. يعني ضروري جدا تسال لو عين عنده ازمه ومش مستجيب للتريتمنت ده يفيدنا بايه. ايوه، اي حاجات كثيره، ولو قريتوها هتلاقوها كثيره وغلفه، بس مهمه جدا وانت بتاخد الهيستوري بتاع العيان ان انت تعرف العيان دوت ساكن فين وبيشتغل فين. لو هو العيان جاي لك هيستوري بتاع كرونيك كف وويزي شيست، وانت سمعت العيان ما لقيتش عليه حاجه، فهو جاي لك ان بتوين الاتاك، فانت عايز تشخص العيان، انت شاكك في ازمه بس مش متاكد، فالحاجات دي هتساعدك في الدياجنوزس.
اول حاجه الفاميلي هيستوري، هتساله في فاميلي هيستوري عندك بتاع ازمه؟ لو قال لك اه يبقى ده سجستيف. طب انت بتشتغل فين؟ ساكن فين؟ طب مربي حاجه في مربي حيوانات اليفه، مربي قطه، عندك عصافير مثلا؟ تساله هو ساكن فين، هل البيئه بتاعتكم فيها حشرات كتير، فيها مايتس، فيها، هل ساكن وسط زرع؟ الزرع ده بيبقى فيه، انت عارفين حبوب اللقاح، اثناء ما بين الفصول بيبقى فيه حبوب لقاح كثيره، فكل الحاجات دي بتبقى الرجنز بالنسبه للعين. وهو العين هيقول لك لا انا في موسم اللي هو بتاع حبوب اللقاح، في موسم الربيع بتزيد عليا الحساسيه. ممكن هو كان جاي لك في الصيف، هو جاي لك كويس بس جات له اتاك كده خفيفه مش عارف تشخصها. لكن لما بتاخد الهيستوري بتاع العيان، سواء الفاميلي هيستوري او الاكيوبيشنال هيستوري، هو قاعد فين وبيتعرض لايه وعنده ايه في البيت، عنده حيوانات، عنده طيور، في حشرات في البيت، حواليه ارض زراعيه، كل دي حاجات بتايه بتسجست الدايجنوزس. طيب ايه الباثوجينيز بتاع الازمه؟ ازاي الازمه بتحصل؟ احنا قلنا ان الازمه دي كرونيك انفلاماتوري ديس اوردر في الاير واي. كرونيك انفلاماتوري ديس اوردر معناها انفلاماتوري سيلز وانفلاماتوري ميدييتورز، زي السيوب دي، انفلاماتوري سيلز وانفلاماتوري ميدييتورز. طب ايه اشهر سيل بتبقى موجوده في البرونكيا الازمه؟ اشهر سيل هي الايزينوفيل والماست سيل والسي دي 4 تي ليمفوسايتس. لو فاكرين في السي او بي دي كان العكس، كان الليمفوسايتس هي اشهر سيل، والسي اللي هي سي دي 8 ليمفوسايتس والنيوتروفيلز. يبقى السي او بي دي نيوتروفيلز وسي دي 8 ليمفوسايتس، لكن الازمه ايزينوفيلز وسي دي 4 تي ليمفوسايتس. دول لازم تبقوا عارفينهم كويس، بتاع السي او بي دي سي دي 8 ليمفوسايتس ونيوتروفيلز، لكن الازمه ايزينوفيلز وسي دي 4 تي ليمفوسايتس. الانفلاماتوري ميدييتورز، الانفلاماتوري ميدييتورز دي بتطلع ازاي؟ في حاجات ايرلي فيز وفي حاجات ليت فيز. الايرلي فيز يعني اول ما العيان يتعرض للارجن، الارجن ده بيعتبره الجسم بيعتبره انتيجين، سواء السموك او الدست او الكيميكالز بيعتبره انتيجين، فبيكون ضده انتي بودي اللي هو الاي جي. والانتيجين انتي بودي كومبلكس دوت بيقف على سيل مشهوره في الازمه اسمها الماست سيل، دي بتبقى سنسيتايزد ضد الكومبلكس دوت. الماست سيلز دوت اول ما الكومبلكس بتاع الانتيجين والاي جي يقفوا عليها بيحصل لها ديستراكشن وتطلع انفلاماتوري ميدييتورز كتيره جدا زي الهيستامين والميتاكولين والبروستاجلاندين. كل الانفلاماتوري ميدييتورز دي هي اللي بتسبب الازمه. بتسبب الازمه ازاي؟ اول حاجه بتعمل برونكوسبازم، يعني بتعمل ارف انفلاميشن في الميكوزا. لما الميكوزا تبقى انفليمت هتبقى ثيكند، فبالتالي اليومن بتاع البرونكاي اللي فيها الميكوزا ثيكند هيضيق. دي من ناحيه. من ناحيه ثانيه الميدييتورز دي بتعمل هايبرتروفي في السموز ماسلز وكونتراكشن في السموز ماسل بتاع البرونكاي، فلما كمان السموز ماسل هيطلع كونتراكشن زود اكتر الاوبستراكشن، يبقى الاوبستراكشن زاد من ناحيه ان في اديما وانفلاميشن في الميكوزا، وكمان الماسلز حصل لها هايبرتروفي وحصل لها ايه كونتراكشن، كله بسبب الميدييتورز طلعت لما الانتيجين ده دخل جسم العيان وتكون ضده اي جي اي، فراح وقف على الماسل سيلز راحت ربشرت وطلعت كل الميدييتورز دي اللي هي بتعمل السيمتوز بتاع الازمه اللي هو البرونكوز باز اللي هو جاي لك بيه العيان والويزشست اللي جاي لك بيه العيان. يبقى ليه هي قفلت؟ عشان في الميدييتورز عملت، هنجيبها طبعا من اول الانتيجين انتي بودي، بعد كده كومبلكس، بعد كده ماست سيلز، الماست سيلز طلعت ميدييتورز، الميدييتورز عملت بقى كل النارونج دوت، سواء في الميكوزا عملت لها انفلاميشن وثيكنينج، سواء في الماسلز عملت لها هايبرتروفي كونتراكشن، سواء في الميوكوس تعمل ميوكوس هايبر سكريشن كمان، يعني كمان هي مش بتعمل مش بتضيق اليومن بس، ده بتزود الميوكوس هايبر سكريشن فالانسداد بيزيد اكتر، فيجي لك العيان بقى كوف وديزنيا وويزشست، الثلاثه الترويد دول بتاع الازمه. طيب في سؤال تاني برضو بيقول لك مقسمين، هو الازمه ليها تقسيمات كثيره بس كل شويه بيغيروا في التقسيمات، ما الله يقسموها مايلد ومودريت بريزيستنت وسيفير بريزيستنت، لكن الحاجات الثابته اللي مش بتتغير اللي انا بقول لكم عليها دي، في الانترنسيك ازمه وفي الاكسترنسيك ازمه. طبعا انت بيبقى صعب شويه تفرق العيان ده انترنسيك ولا الاكسترنسيك، لان معظم العيان بيجي لك الاثنين مع بعض بيبقى متداخلين مع بعض، لكن في بعض العيانين بيبقى تقدر تقول ان ده انترنسيك، وفي بعض العيانين بس قليلين تقدر تقول ان اكسترنسيك. طب ايه الفرق بينهم؟ الاكسترنسيك اللي هي الالرجيك اللي احنا بنحكي فيها، يعني عيان اتعرض لالرجين فحصل له انتيجين اي جي اي طلع فطلع ميدييتورز، وغالبا العيان ده بيبقى عنده بوست فاميلي هيستوري في الرجيك ديزيز، يعني لو سالت باباك او مامتك في الفاميلي هيطلع ايه معظم العيله عندهم برونكيا الازمه، ففي الرجي موجود. وكمان لو سالته هيقول لك ان هو عنده يعني الرجي في حته تانية، عنده مثلا راينايتس الرجيك راينايتس، او عنده ارتكاريا، او عنده اكزيما في الجلد، ده العيان بتاع الاكسترنسيك. لكن العيان الانترنسيك اسمها نون الرجيك، يعني هو انت مش قادر تشوف
ان العيان ده مش قايل لك اي فاميلي هيستوري، ما عندوش اي هيستوري بتاع اتوبي ولا الرجيك راينيتس، ما فيش اي اكيوبيشنال اكسبوجر، وعايش في بيئه نظيفه ولا بيشم تراب ولا دخان. طبعا صعب يشجي لك عيان ما بيشمش دخان، بس هو مش قادر تقول ان في ريسك فاكتور كونتينوس عنده هو اللي عامله الازمه ديت. دي بيكون سببها ايه؟ غالبا بيكون سببها انفكشن، سكندري انفكشن، يعني نون ايمونولوجيك. النون ايمونولوجيك يعني ما فيش الرجي دخل وعمل الكومبلكس بتاع الاي جي، فغالبا بيبقى سببها انفكشن، وبتلاقي العيان دوت ما عندوش فاميلي هيستوري ولا عنده اي حاجه زي ما قلنا الرجيك رونيتس ولا اتوبي، ودول البروجنوز بتاعهم شويه بيبقى باد عن التانيين اللي احنا عارفين لهم سبب. خلاص نيجي بقى للسيمتومز. اكيد كلنا عارفين السيمتومز هي كف وديزنيا وويزي شست. اللي بيميز السيمتومز بتاع الازمه ان هي يا جماعه باروكسيزمال، يعني بتيجي وبتروح. يعني ايه باروكسيزمال؟ يعني في فري انترفلز ما بين الاتاك، يعني العيان يبقى تعبان جدا ويفك سواء بالتريتمنت او ممكن يفك لوحده. لو الارجن ده راح ممكن العيان يقعد يكح شويه بعد كده يستريح، يقعد شهر اتنين كويس بعد كده ترجع له الاتاك تاني. يبقى كلمه باروكسيزمال دي مهمه، لان كاف ويزد وديزني ممكن تحصل مع ديزيز كتير، مع سي سي او بي دي بيحصل لكن مش باروكسيزمال. الانترستيشن ممكن تحصل لكن ما هيش باروكسيزمال. يبقى اللي بيميز الازمه ان هي بتروح وبتيجي، الاتاك باروكسيزمال بتروح وبتيجي. خلاص بتزيد امتى؟ بتزيد مع الاكسبوجر بقى للفاكتور اللي هو حسب كل عيان بيختلف، مع السموكينج، مع الاكيوبيشنال. لما يروح الشغل، في عيان يقول لك لما اروح الشغل بتعب جدا، مجرد ما اروح البيت ببقى كاني ما فيهاش اي حاجه. ده تعرف على طول ان عنده حاجه اسمها اكيوبيشنال ازمه اللي احنا قلنا عليها. واحد بيشتغل مثلا في مصنع كيماويات، حاجات بتطلع سلفر، حاجات بتطلع سموك، بيشتغلوا مصنع غزل ونسيج، بيبقى عندهم القطن والكتان ده بيطلع فايبرز، ساعات بيبقى الناس عندهم الرجي منه. فانت خد بالك قوي من العين، ساعات العين فعلا بيلاحظ ان هو كل ما يبقى في الشغل يتعب، اول ما يروح البيت يرتاح. ان انا جالي عين مره كان شغال في الاردن، كان شغال في مزرعه فراخ في الاردن، قال لي طول ما انا في الاردن انا تعبان، اول ما انزل مصر اجازه الاقي نفسي كويس. حتى انا استغربت قلت له طب ده جو مصر، يعني كلنا عارفين ان هو مطرب المفروض لما تنزل مصر تتعب. قال لي لا يا دكتور. قلت له طب انت تشتغل ايه؟ قال انا هشتغل هناك في مزرعه فراخ. فانا عرفت السبب. عملنا له بعد كده فانكشن وكده، طلع اوبستراكت، وطلع فعلا العيان ده عنده اكيوبيشنال ازمه. كل ما بيروح الشغل اللي فيه الالرجين بيتعب، اول ما بيبعد عنه مجرد بس ان هو يعمل افويدنس بيبقى كويس جدا، ما فيش اي حاجه. تمام. لما نيجي ده بقى على مستوى الهيستوري، ان هي باروكسيزمال اتاك اوف ديزنيا وكاف ويزي شيست. لو جينا عملنا البالمونر فانكشن تيست للعيان دوت، سواء الاف اي في 1 او حاجه اسمها البيك اكسبيراتوري فلو، هتاخدوها في البالمونر فانكشن ان شاء الله، هنلاقي فيه فاريابيليتي. يعني العيان دوت البيك اكسبيراتوري فلو دوت ده حاجه جهاز ممكن العيان ياخده معاه البيت، يعني هو ممكن ينفخ فيه كده بطريقه معينه ويطلع له حاجه اسمها بيك اكسبيراتوري فلو، بيقيس يعني الوسع بتاع الايروي. فانت بتخلي العين مثلا يقيسه الصبح والظهر وبالليل ثلاث او اربع مرات، هتلاقيه فاريبل. ممكن بالليل، معظم الازماتكس بيجي له من الاتاك بالليل قرب الفجر، هتقول له قيسه في الوقت ده، وقيسه مثلا اول ما تصحى، وقيسه في النص، هتلاقيه بالليل وحش جدا، في الصبح مثلا بقى كويس، في النص بقى يعني وحش بس مش قوي، هتلاقي فيه فاريبيليتي. يبقى ده برضو بيميز عين الأزمة، إن هو البيك إكسبيراتوري فلو بتاعه لو هو راح البيت عمله في البيت أو عمله حتى قدامك بس في كذا وقت هتلاقيه فاريبل. ولو الفاريبيليتي دي أكتر من 20% يبقى ده بوزيتيف، يعني لو في فرق 20% ما بين المرة والمرة يبقى ده بوزيتيف أزمة دي. لكن بالنسبة للإف إي في 1 ده بالمونر فانكشن بقى بتعمل في عيادة أو في مستشفى وكده، ده جهاز كبير مش هينفع العين يعمله في البيت. فهيجي لك هتعمل له فانكشن، هتلاقي برضو في فاريبيليتي في الفانكشن بعد إيه؟ بعد البرونكو دايريتور. انت بتعمل عيان فانكشن، بتقيس الاف اي في 1، بعد كده تدي له جلسه شورت اكتنج برونكو دايليتور اللي هو الفاركولين، او اسمعوا عن الحاجات ديت اللي هو الصابر فاركولين او الحاجات الانتيكولينرجي، وبعد تلت ساعه تعيد له الاف اي في 1 او تعيد له الفانكشن تاني، هتلاقي فيه ريفرسابيلتي. احنا العيان اتحسن جدا بنسبه اكتر من 12% عن البري برونكو دايليتور. هتلاقي البوست برونكو دايليتور احسن من البري برونكو دايليتور بنسبه لا تقل عن 12%، يبقى العيان ده ريفرسابل، يبقى ده ازمتك. تمام. ده على مستوى الهيستوري. على مستوى الهيستوري هتلاقي كلمه باروكسيزمال وكلمه فاريبل، نفتكر الاثنين دول باروكسيزمال وفاريبل، باروكسيزمال كسيمتومز وفاريبل في البيك اكسبيراتوري فلو. لما نيجي نكشف على العيان ده هنسمع ايه؟ على حسب العيان جاي لك امتى. لو هو جاي لك ان بتوين الاتاك ممكن تلاقيه نورمال خالص، هو بيديك هيستوري لكن هو دلوقتي مش في الاتاك، هو جاي يطمن يقول انا بحصل لي كده يا دكتور ده سببه ايه، لكن هو مش جاي لك في الاتاك دلوقتي. فممكن تلاقيه نورمال خالص، ولو عملت له فانكشن تطلع نورمال، بيك اكسبيراتوري فلو نورمال، اكزامينيشن نورمال، كل حاجه نورمال، اكستري نورمال. لكن لو هو جاي في اتاك او حتى لسه بادئ في الاتاك ممكن تسمع عليه ايه؟ ممكن تسمع ديمينيشد بريس ساوند عشان الاير مش داخل كويس، الويز تشيست هتسمع ويز، برونجد اكسبيريشن،
تمام، مكتوب هنا نورمال لو العيان ان بتوين الاتاك. وساعات بقى العيان يجي لك بيبقى خلاص على اخره، وده خلاص المفروض يدخله المستشفى، ده بنسميه ايه بقى؟ العيان اللي هو اكيوت اكزاسربيشن. يبقى شفت الفاريشن ازاي؟ العيان ممكن يجي لك بثلاث صور، ممكن يبقى كويس جدا وكل حاجه نورمال، الكلام اللي بيقوله ده مجرد هيستوري بتاخده منه فقط، وممكن يبقى لسه الاتاك مثلا مايلد او مودريت، لسه ما بداش سيفير، هتسمع عليه شويه ايه ويز شيست او ديمينيش بريس ساوند. لو عملت له فانكشن ممكن تلاقيها نورمال، برده ممكن تلاقيها اوبستراكتيف وعنده الريفرسابيليتي اللي قلنا عليها. لو العيان جاي بقى في سيفير اتاك وعنده اتعرض لالرجي كتيره ومعاها انفكشن وكده، في عمليه برونكس بازم جامد، بيجي لك بقى في صوره اسمها اكيوت اكزاسربيشن. زي ما خدنا اكيوت اكزاسربيشن في السيوب دي، في اكيوت اكزاسربيشن في الازمه. الاكيوت اكزاسربيشن دي ممكن يكون سببها انفكشن برضو، يعني هو العيان حصل له انفكشن فعملت زودت الالرجي، او اتعرض للارج اماونت اوف ايه اوف الرجين، يعني عيان مثلا كانوا مولعين جنبيه نار او مصنع ومطلع دخان جامد، او هو ماشي في الشارع مثلا كان فيه حريقه وهو اصلا متظبط وكل حاجه، بس اول ما شم الحريقه دي جالك بقى حصل له اختناق فجاه، وجي بيجي المستشفى بقى دول بسرعه، بنقعد ايه ندخلهم المستشفى ونديهم اكسجين ونديهم جلسات ورا بعضيها، وممكن نديهم استرويد، ولو العيان ممكن لو الاكسجين بتاعه اقل ممكن يحتاج ان انت تعمل له ادميشن بقى في القسم وتدي له اكسجين. وفي عيانين ما بيفكوش غير لو اتحط على ميكانيكال فنتيليشن. تمام، يبقى ده عيان الاكيوت اكزاسربيشن. دي سيفير فورم بقى، بيجي لك ازاي؟ ديزنيا، تاكيبنيا، ممكن يبقى ساينوزز، لو كشفت عليها هتلاقي ساينس اوف هايبر انفليشن اللي هي ما تبقاش موجوده اصلا في عين الازمه، تبقى موجوده في السي او دي، تلاقيه هايبر انفليتد، ديمينيشد بريس ساوند، ممكن تلاقي سايلنت فيست، يعني من كتر ما فيش هواء انت مش سامع، يعني تحط السماعه يتهيالك ان ودانك اللي مسدوده ولا السماعه اللي بايظه، لا العيان هو اساسا ما فيش اير داخل، انت بتشك ساعات تقعد تخبط كده، احنا ساعات كنا بنعملها نسمع مش سامعين حاجه، فكلنا نقعد نسلك ودنا نخبط على السماعه فين الهواء، مفيش هواء داخل العين خالص، فده العيان بتاع الاكيوت اكزاسربيشن. طيب هتعمل له ايه بقى؟ العيان جالك وانت شكيت، خدت منه الهيستوري، بيديك هيستوري بتاع بارجوزيزما الكف وديزني وويزيشيس، وعنده فاميلي هيستوري مثلا بوزيتيف وبتجي له الرجيك راينايتس وسمعته لقيت شويه رونكايت، طب هتعمل ايه عشان تاكد الدايجنوزس؟ احنا كده كشفنا عليه شاكين في ازمه، عايزين ناكد الدايجنوزس بقى. هنعمل اول حاجه السبايرومتري. السبايرومتري زي ما قلنا ممكن ان بتوين الاتاك يبقى نورمال، ساعات لو العين في اتاك او عنده سيفير اوبستراكشن هيطلع لك ايه اير واي اوبستراكشن، واحنا عرفنا الاوبستراكشن في السي او دي ان هي الريشيو اف في 1 على اف في سي بتبقى اقل من 70. اللي بيميز الازمه بقى ان احنا لما ندي العين جلسه نيبولايزر ونعمل له اف في 1 تاني بوست برونكو دايليتور، بيبقى فيه ريفرسابيليتي الاف في 1 بتتحسن اكتر من 12%، لكن السي او دي مش بيتحسن. يبقى احنا هلاقيه اوبستراكتيف هنشك ده ازمه ولا سي او دي، ندي له جلسه ونعمل ايه نعيد الفانكشن تاني بوست برونكو دايليتور، لو اتحسنت بنسبه اكتر من 12% يبقى العين ده ازمه خلاص كده العين اتشخص. ممكن احنا مش عندنا مثلا متوفر، انت قاعد في العياده او قاعد في 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 وحده صحيه مثلا ما فيهاش جهاز البرونكو فانكشن، ده غالي يعني مش موجود في اي مكان، احنا عندنا موجود في المستشفى بس او في بعض البرايفت. في حاجه رخيصه جهاز رخيص والعيان كمان ممكن انت ممكن تجيبه وتدي للعيان ياخده معاه البيت، يعني هو بلاستيك كده طويل حاجه بينفخ فيها العيان وفيها عارفين جهاز الزئبق اللي هو البليه دي، بتروح وبتيجي بتديك مقاس معين للبيك فلوريت، ده اسمه بيك فلو اكسبيراتوري بيك فلوريت. الاكسبيراتوري بيك فلوريت العيان بياخده معاه وبينفخ فيه بطريقه معينه انت بتعلمه عليه، ينفخ فيه على مرتين او ثلاثه في اليوم وتشوف في فاريابيليتي، يعني هو بيقل في لحظه معينه اكتر من 12% ديكريز بقى، اكتر من 12% ديكريز في البيك اكسبيراتوري فلو، ده دايجنوستيك ايه للازمه، بس مش في مره واحده، المفروض انت بتخلي العيان يعمل الموضوع ده 3 ايام في الاسبوع لمده اسبوعين، يعني انت هتقول له خليك مثلا 3 ايام في الاسبوع مثلا سبت ثلاث خميس لمده اسبوعين، والاسبوع اللي بعده تخليه حد ومثلا سبت واثنين واربع، لحد الاسبوع اللي بعده حد وثلاث وخميس. لو في الاسبوعين دول كل اسبوع في اكتر من 3 ايام منهم طالع اكتر من 20% الفاريشن ما بين المره والمره، يبقى ده العيان ده بوزيتيف. تمام، معلش هو يعمله كل يوم بس لو لقينا في 3 ايام منهم بيقل يبقى ده كده بوزيتيف، يبقى العيان هيعمله كل يوم مش 3 ايام سوري، هيعمله كل يوم بس لو طلع فيه 3 ايام منهم بوزيتيف، يعني 3 ايام دول فيهم فاريشن والفاريشن ده اكتر من 20% يبقى بوزيتيف، لكن لو في فاريشن 10 5% ده مقبول، لكن اكتر من 20% يبقى كده العيان ده ايه بوزيتيف. بقيه التستات ديت البرونكيال بروفوكيشن تيست، ده تيست مكتوب بس هو مش بيتعمل ليه؟ لان احنا البرونكيال بروفوكيشن تيست دي بنشوف العيان احنا شاكين ان هو يكون عنده الرجي من ايه، ونجيب الماده دي ونخليه يشمها،
فمثلا احنا بيجيبوا حاجه زي الهستامين او الميتاكولين اللي هي الانفلاماتوري ديزيز اللي احنا اللي هي كانت بتطلع دي وبتدخله في الازمه، كانك انت بتدخله بتديله الحاجه اللي هتدخله في الازمه وتشوفه هيدخل ولا مش هيدخل، فهي فيها مجازفه. انت كده ممكن تدور العين، فيعني العين ممكن يخش في انافلاكسس، وممكن لو الهستامين ده كميته زادت منك سنه بسيطه والعيان شمه يخش في انافلاكسس قدامك. فهي محتاجه بقى سنترز يعني مجهزه بحيث لو البيشنت حصل له اي حاجه يبقى على طول على فنتليتور وكده يعني. فعشان كده الناس مش بتعملها كتير، بنكتفي بقى ان احنا ناخد الهيستوري من العيان ونشوف الفاميلي هيستوري والحاجات الاكيوبيشنال والاكزامينيشن والفانكشن، لكن برونكيال بروفيكيشن تيست يعني غالبا بتبقى افودد في معظم عند معظم الدكاتره. الماركرز اوف الرجي اللي هو زي ما احنا قلنا، لو احنا ممكن نقيس السيرم اي جي، لو لقينا السيرم اي جي اي عالي ده حاجات سجستيف، حاجات برضو سجستيف. في حاجه اسمها سكين تيست، بنجيب حاجات كده سبكوتينيوس نحقنها في الجلد اسمه سكين بريك تيست. سكين بريك تيست بنجيب الالرجين المتوقعه كلها، حبوب اللقاح، وفي ساعات بيبقى فيه فواكه وحاجات ودست وميه، بيجهزوها هم في انابيب معينه وبيحقنوا كميه بسيطه منها جدا، نقط بسيطه جدا سبكوتينيوس، يعني 1 من 10 ملي، تركيزات خفيفه جدا، ويبداوا يشوفوا السكين رياكشن. العين ده حصل له سكين رياكشن من الحاجه دي يبقى هو عنده الرجي منها، لو ما حصلش يبقى ما عندوش الرجي منها. ده من ضمن التستات اللي بتتعمل. طبعا في حاجه سهله ان احنا نعملها، ان احنا نعمل العيان سي بي سي ونشوف الايزينوفيلز، لو الايزينوفيلز عاليه ده برده كله سجست ان العيان ده ايه ازماتيك. الاذر تيست بقى ليه شيست اكس راي، البومنر فانكشن احنا قلناها. شيست اكس راي احنا بندور على سبب غالبا هي مش هتبان فيها حساسيه، انتوا سمعوا الكلمه دي كتير، يعني عيان قريبك او جيرانك يقول لك انا رحت للدكتور عمل لي اشعه وقال لي ان انت عندك حساسيه. ده كلام غلط، مفيش. الاشعه اصلا مش بتبان في الحساسيه، مش بتبان في الاشعه الحساسيه. يعني قلت لكم اكس راي في الدايجنوزس، احنا كل اللي قلناه هيستوري وباروكسيزمال اتاكس وكلينيكال بالمونري فانكشن بيك اكسبيراتوري فلو، لكن الاكس راي دي بتبين لنا ايه؟ ممكن تبين لنا الحاجه اللي دخلت العيان. ممكن يكون العيان ده جاله نيمونيا، هو مش ستيبل، هو ازمه ومش ستيبل وكنترول وبياخد تريتمنت، جاله نيمونيا. النيمونيا هتظهر في الاكس راي، فاحنا فجاي لي انا بقى باكزاسربيشن او زادت السيمتومز عندي. ايه اللي زود الاكزاسربيشن؟ النيمونيا، الانفكشن هو اللي زود ايه السيمتومز بتاعته، لكن مش هي سبب الحساسيه، هي زودتها عملت لها اكزاسربيشن لكن مش هي سببها. فبرضه لازم ندور عليها ونعالجها. لو العين جالي في اكزاسربيشن ممكن يكون في انفكشن، انا سمعت عليه كريبيتيشن، مش متوقع ان عين ازمه اسمع عليه كريبيتيشن، طب ليه جاي له كريبيتيشن؟ اعمل اكس راي هلاقي فيها نيمونيا هعرف السبب. ساعتها لازم اضيف بقى مع علاج الازمه انتيبيوتكس وميوكوليتكس وحاجات زي كده عشان انا لازم اعالج النيمونيا. تمام. البريفنشن طبعا احنا بنحاول بقدر الامكان ان العيان يافويد الحاجه اللي عامله له الالرجي. في طبعا عيانين ما بيقدرش يافويد، يعني مثلا واحد شغال في مخبز، يعني هو اكل عيشه، يعني هو الحاجه اللي بيشتغل فيها دي ساعات تبقى ناس شغاله في المحاجر او مثلا شغال في مصنع غزل ونسيج. طب ازاي هقول له سيب المصنع واستقي المستشفى، هياكل ويشرب منين؟ الاولى ان هو يافويد. لكن لو مش هيقدر يافويد، في حاجات بقى كمامات بيلبسوها، اكيد انتوا بتشوفوا الناس اللي شغالين في المصانع المحترمه يعني بيبقوا لابسين حاجات كمامات على وشهم. الناس اللي شغالين في المحاجر بيبقوا مغطيين كل وشهم كده عشان خاطر الحاجات العفره والحاجات دي. فاحنا لو هنقدر نعمل افويدنس، لو العين ده بامكانه ان هو يسيب المكان دوت او يغير شغله، او مثلا لو عنده حيوانات يتخلص منها دي عادي نقدر نافويد. يعني لو في حاجات حشرات في البيت يجيب مثلا اي مبيد حشر يتخلص من الحشرات، ينظف الفرش كويس، لو عنده قطه بلاش قطط، عنده عصافير بلاش عصافير، لو حاجه افويدبل يعني نافويد. لكن لو عيان هو شغله كده او مش هيقدر يغيره يبقى نقول له بقى ايه ان هو يبروتكت هيم سيلف، يحاول يبروتكت هيم سيلف. خلاص. طبعا احنا قلنا السموكينج والاوبيزيتي من الريسك فاكتورز، فلو عيان تخين نقول له خس، لو عيان بيدخن نقول له وقف التدخين. كل دي حاجات ايه احنا بنعملها في البريفنشن. برضو من الحاجات المهمه في البريفنشن انفلونزا فاكسين، زي ما انا قلت لكم نيمونيا سواء فايرال او بكتيريال ممكن تعمل اكزاسربيشن للازمه، فالانفلونزا ده فيروس وليه فاكسين، فليه ما ناخدش الفاكسين؟ خلاص يبقى اي عيان ازماتك ياخد الفاكسين اللي هو انيولي بيتاخد كل سنه في شهر 10، ده برضو بيقلل الفايرال انفكشن. فاحنا بنحاول بقدر الامكان نخلي الانفكشن عنده قليله، فبالتالي الاكزاسربيشن هتقل والاتاكس بتاعته هتقل. يبقى بكل الطرق بنحاول نافويد ده ايه البريفنشن. نيجي بقى للتريتمنت. التريتمنت بتاع الازمه بينقسم لكذا نوع، في حاجات انهيل، في حاجات اورال، في حاجات برينتر، لكن المين تريتمنت في الازمه هو الانهيليشن ثيرابي. ليه؟ لان اهم حاجه في التريتمنت بتاع الازمه هو الكورتيكوسترويد، الكورتيزون. انت مجرد ما تقول للعيان ان انا هديك كورتيزون، واقل فتره على فكره 3 شهور، العين هيسيبك ويمشي، يقول لك لا يا دكتور ده انا كده هموت. ولو هو مش فاهم
لو رجع البيت او سال الصيدلي او الدكتور كتب لي كورتيزون قال له ده الدكتور ده مش فاهم حاجه، ده هيموتك، ده الكورتيزون بيجيب ضغط وبيجيب سكر وبيعمل ميه تحت الجلد. فعشان كده هم اخترعوا بقى العلماء ايه الانهيلد كورتيكوسترويد. انهيلد كورتيكوسترويد اللي هي البخاخات اللي احنا اكيد بنسمع عنها، او في حد دارينا ماشي على بخاخه وكده. البخاخات دي ليها اشكال كتيره، في البخاخه التقليديه العاديه اللي اسمها ميترد دوز انهيلر، هي بتبقى انبوبه كده وفيها بلاستيكيه من تحت. في حاجات بقى بتبقى كبسولات، شريط كبسول عادي وبيحط الكبسوله في جهاز كده ويكسره ويشفطه، دي اسمها ايه دراي باودر انهيليشن، دراي باودر احنا بنشفط الباودر خلاص. ليها اشكال كثيره طبعا، انتم مش لازم تعرفوا كل تفاصيل الحاجات دي، بس اعرفوا بس ان المين تريتمنت في الازمه هو الانهيليشن ثيرابي، لان الرول من اهم تريتمنت هو الاسترويد ومش هنقدر ندي اورال، فعشان كده الانهيليشن ثيرابي هو المهم. كمان البرونكو دايليتور يستحسن ان هو يتاخد انهيلد. ليه؟ في ميزه في الانهيلد ان هو بيدي هاي كونسنتريشن، بيدليفر هاي كونسنتريشن. انت لما تشم الحاجه غير لما تاخد اورال، انت لما تشم انت على طول رايح لايه للرئه، لكن لما تاخد اورال لسه هيروح للابدومين ويحصل له ابزوربشن، بعد كده يروح في البلاد، بعد كده يروح لللنج. لكن الانهيليشن هو رابيد وبيدي هاي كونسنتريشن للماده اللي انت عاطيها، سواء بقى برونكو دايليتور او كورتيكوسترويد. وفاست اونست اوف اكشن، احنا قلنا رابيد فاست اونست اوف اكشن، وكمان ملوش ايه، ملوش سايد افكت العين يخاف منها. يعني انت هتقول للعين انا اكتب لك كورتيزون بس في صوره بخاخه، دي هتروح للرئه بس مش هتمتص في الجسم، او هيمتص منها نسبه ضئيله جدا، هو طبعا فيه جزء بيمتص بس لا تذكر بالنسبه له، هو خده سيستميك، فبالتالي مش هتعمل لك اعراض جانبيه. فلازم طبعا انت تفهم العيان التريتمنت وتفهمه ان البديل بتاع دوت الاقراص او كده هيبقى ليه اعراض جانبيه. لان برضو في حاجه مهمه عايز اقول لكم عليها، في عيان اول ما تقول له هديك بخاخه، وخصوصا لو في ميل، او مثلا في ميل على وش جواز، او واحده مثلا جايبه بنتها مخطوبه وفرحها مش عارفه بعد شهر ولا اتنين، وافتكرت هي تعالج الحساسيه في الوقت ده، يعني هي طول يعني هي ناسيه طول عمرها ناسيه ان بنتها عندها حساسيه، وقبل ما تتجوز بشهرين عايزه تعالج بقى الحساسيه، فطبعا احنا مش هنقدر نديها كورتيزون فبنديها بخاخ. نعم مون فيس، اه دي حاجه تانية. لا بس احنا مش هندي اللي بيعمل مون فيس، هي الاورال ستيرويد فعلا بتعمل مون فيس، بس ده بيبقى قديمه مش مون فيس جمال، ده بيبقى قديمه وميه تحت الجلد وكده، فبتخلي وش العيان يورم يعني. فاول بقى ما تقول له ان هي، او ما تقول لها لمامتها ان هي انت تديها بخاخه بالقيامه، بتقوم لا يا دكتور ما ينفعش، دي هتتجوز ويقولوا عليها ايه، بيعتبروا ان البخاخه دي يعني وصمه عار، ان انت ازاي تكتب عيان بخاخه يعني ازاي، وبعدين هتتعود عليها، مش بتهيلهم ان البخاخه دي ادمان، يعني كلمه تتعود عليها تسمعها كتير جدا، يعني على طول اول ما يكتب حد بخاخه طب يا دكتور مش هتعود عليها، طب دي لسه بنت صغيره، طب ازاي نديها بخاخه في السن ده. فانت لازم الاديوكيشن مهم جدا بقى في الحته دي، ده دورك انت كدكتور. طبعا هو دور متعب شويه ان انت تقعد تقنع العيان اصلا بان ده التريتمنت الصح، متعب، هتلاقي ريزيستنت فظيعه، بس طبعا احنا لازم نعمل اللي علينا ونفهم العيان ان ده التريتمنت الامن والاسرع والمور افكتيف واللي ملوش سايد افكت. خلاص انا بس كان لازم اقول لكم الحته دي، لان دي حته احنا كلنا بنعاني منها في الصدر، ان انت اول ما تيجي تكتب العيان بخاخه تحس ان انت عملت جريمه في حقه يعني. فلازم تبقى عارف انت كاتب البخاخه دي ليه، لان هي ليها فاست اونست اوف اكشن، ليها رابيد اونست اوف اكشن، هي مور سيف عن الحاجات الثانيه الاورال، خاصه ان هو العين هياخدها فتره طويله، فلازم نكتب له حاجه زي. طيب الميديكيشنز بتقسم لحاجتين، ريليفر يعني حاجه سريعه تفك بسرعه، وكنترولر او مينتنس اللي هو العين بقى هيمشي عليها الثلاث شهور دول زي ما قلت لكم مينيمم. يعني الريليفر دي امتى بنستخدمها؟ اثناء الاتاك، يعني العين مثلا شم تراب او دخان وجات له اتاك، فانت عايز حاجه سريعه تفكه، دي الريليفر اللي هو اشهرهم الشورت اكتنج بيتا اجنست اللي هو الصابا واللاما، والشورت اكتنج ماسكارينك اللي هو الانتيكولينرجيك. يعني في حاجات لونج اكتنج وليها فاست اكشن، يعني في حاجات لونج اكتنج بتشتغل 12 ساعه بس في نفس الوقت لو عين خدها ليها رابيد اكشن برده، فدي حاطينها برده تبع اللابا اللي هي الفورمترول، هي ماده معينه اسمها فورمترول، دي لونج اكتنج بس ليها في اول ربع ساعه هتشتغل رابيد، فحطينا تبع ايه تبع شورت اكت. يبقى ريليفر ده لو انت عايز تفك العين بسرعه، لو العين في اتاك عايز تفكه بسرعه، او عيان في جاي لك في اكزيربيشن عايز تفكه بسرعه، فتشغل على طول جلسات 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 ورا بعضيها. الجلسات دي اللي هي ايه بتشوفوها في اللي هو جهاز نيبولايزر كده بيطلع لي ماسك بنحط فيه الدروبس دي بتاع الفاركولين او الاتروفينت او كده اللي هو الشورت اكتنج صابا او لابا، وبيقعد العين ربع ساعه يستنشق ايه البخار دوت، بتلاقيه فك وتحسن، وبعد ما كان تكبنك ودزنك وكده بقى ايه بدا يهدى لانه حصل له ايه رابد برونكو دايليتيشن.
الكنترولر اللي هو العين بقى هيمشي عليه على طول، ما هو مش عارف مش كل ما يتعب حاجه اديله جلسه واحط له بتاع، فهو لازم يبقى عنده بخاخه اللي فيها بقى الايه الانتي انفلاماتوري، وفيها برضو اللونج اكتنج برونكو دايليتور اللي هو هيوسع له الشعب على مدار اليوم، والانتي انفلاماتوري اللي هو هيعالج الانفلاميشن اللي هو الاسترويد. يبقى المينتنس اللي هو اللونج اكتنج اللابا والاسترويد الانهيلد استرويد. ساعات لو العين في اكزربيشن بنضطر نديله اورال استرويد، فده يعتبر مينتنس برضو. في حاجات جديده طلعت زي الانتي اي جي اي، زي الانتي انترلوكين 5 انتي انترلوكين 4، دي حاجات غاليه جدا طبعا بس موجوده، وبتتاخد لو العين ما استجابش لكل الميجرز الثانيه، لو هو ما استجابش لاي حاجه بنديله الحاجات ديت. هنا بقى بيشرح البرونكو دايليترز بالتفصيل، سمباسو ميميتك والانتيكولينرجيك، احنا قلنا هم اشهر حاجه الصوبا واللوما، هنقرا طبعا كل حاجه ليها سايد افكت، نحاول نعرف واحد او اتنين كده. الاشهر حاجه منهم التريمورز والتاكيكارديا، تريمورز والتاكيكارديا بالبتيشن بتسمعها كتير. ليه بقولها لكم ليه؟ لان ساعات في دكاتره بيكتبوا اورال برونكو دايليتر اللي هو السالبوفنت، اكيد انتوا عارفين كلكم السالبوفنت والاكتوفنت والفاركولين اللي هو الاورال، فالعين يلاقي نفسه تعبان. احنا طبعا الانهيلر بالنسبه لنا يعني هو الايديال اللي هو ياخده بخاخه ما ياخدوش اورال، لكن في دكاتره بيكتبوا اورال، فالعين لما يلاقي نفسه تعبان يبدا يبلبع بقى، يبلبع من الدواء، فبياخد جرعه ايه اوفر دوز. المفروض الدواء ده بيتاخد منه مثلا معلقه الشاي صغيره 3 مرات، يلاقي هو كل ما يتعب يلاقي نفسه ايه عماله بيشرب بالازازه وبالغطا، يشرب 5 6 غطيان في اليوم، فبالتالي ايه هو خد كده اوفر دوز. فاشهر سايد افكت تلاقي العين بقى جاي لك يقول لك ايه ايديا بتترعش وضربات قلب سريعه، ولو العين ده دايبيتك ممكن تلاقي البلاد شوجر بتاعه بدا يرفع بيعمل هايبر جلايسيميا. لو العيان ده مثلا بياخد دايوريتك عامله له هايبوكاليميا وخد برونكو دايليتور اوفر دوز هيعمل له برده هايبوكاليميا، ممكن يحصل له الكترولايت ديستربنس. فدي اشهر 4 حاجات، التريمورز والبالبيتيشن والهايبر جلايسيميا والهايبوكاليميا، اشهر 4 سايد افكتس للبرونكو دايليتور. تمام. اشهر حاجه في الانتيكولينرجيك اللي هو الدراي ماوث والريونال ريتينشن، فاحنا حتى احنا لازم نسال العيان قبل ما نكتب له الانتيكولينرجيك اللي هو الاتروفنت والحاجات ديت، نساله انت عندك مشاكل في البروستاتا؟ هيقول لو واحد اولد ايج حاول تتجنب الانتيكولينرجيك، لان دايما فوق 60 سنه بيبقى عندهم بروستات. تساله هل حصل لك احتباس في البول قبل كده؟ قبل ما تكتب التريتمنت لتبقى عارف قصه العيان تساله، انت عارف ده سايد افكت من الانتيكولينرجيك، فما تكتبوش لعيان يكون عنده يورو ريتنشن او مركب قسطره او عنده بي بي اتش ووراك العلاج، قال لك يا دكتور مثلا انا باخد علاج كذا للبروستاتا، فانت خليك مربط الدنيا مع بعضها. طالما كده يبقى ما ينفعش تكتب له انتيكولينرجيك. برده العيان اللي عنده جلوكوما، الانتيكولينرجيك من ضمن سايد افكت بتاعتها ممكن تدخل العين في جلوكوما، فلو العين عنده مشكله في الاي جلوكوما او كده برده خليك في الايه خليك في الصعوبه. العكس بقى لو عين كاردياك وعنده بالبيتيشن او سيروتوكسيكوزيس او هو اصلا عنده تريمور، يبقى نختار الايه الاوبشن الثاني اللي هو الانتيكولينرجيك. معلش هو الناس اللي بتمشي دي بتمشي مع نفسها كده بيشربوا وفي مكالمات تليفون؟ طب يعني حبكت اثناء المحاضره اصل مش بيمشي بدون استئذان، يعني كان مفيش حد واقف، فمعلش يعني اللي عايز يمشي يستأذن ويمشي يستأذن لسبب طارئ، سبب طارئ يعني مكالمه مهمه، في حد مثلا لا قدر الله في مصيبه حصلت، لكن عيب قوي ان احنا نبقى في محاضره ونمشي مع نفسنا كده، يعني يا ريت تبلغوهم. يعني ماشي بس ما ينفعش برضه كل شويه الاقي واحد بيتسرسف كده، يعني مش منظر، مفيش مشكله. ده برضو بيشرح السايوفيلين وصايد افكتس بتاعته، يعني خلي بالنا من السايوفيلين اشهر حاجه فيه انه ليه نارو ثيرابيوتيك اندكس. نارو ثيرابيوتيك اندكس يعني لو الجرعه زادت شويه هيخش في توكسيك دوز، لو قلت حاجه بسيطه هيبقى سب ثيرابيوتيك. فلازم احنا بنركز مثلا من نص ملي جرام بير كي جي، نحسب الجرعه بالظبط وبالكي جي وبالملي جرام، لان لو زادت سنه دخلنا في توكسيسيتي، لو قلت سنه بقى ان افكتيف. دي معنى كلمه ايه نارو ثيرابيوتيك اندكس عشان تبقوا فاهمينها. يعني طبعا المين تريتمنت بتاعنا هو الاسترويد زي ما قلنا، سواء كانت انهيلد ده كمينتنس او سيستميك اثناء الاكزاسربيشن. تمام. ادي السيستميك، فيها شورت السيستميك برده في شورت اكتنج ولونج اكتنج. شورت اكتنج البريدنيزولون والهيدروكورتيزون، اللونج اكتنج زي البيتا ميزازون والنسايل بريدنيزولون. الانهيلد في حاجات كثيره، فلوتوكازون سيكريدازون بيدازونايد بيتا ميزازون، يعني اقول لكم واحده او اثنين كده الاولانيين هم بيبقوا اشهر حاجه اللي احنا كاتبينهم. يعني اشهر سايد افكت الاسترويد الانهيلد استرويد، احنا قلنا هي اقل طبعا اقلهم سايد افكت، ما بتعملش سايد تكاد تكون ما بتعملش خالص الا في حالات نادره، لو عملت مثلا في عيان دايبيتك بقى وامينو جلوكوميز متدهدل خالص
ممكن من الانهاليشن ده يحصل له اورال كانديديزيس او يحصل له هورسرز فويس. دي اقصى حاجه ممكن تعملها ونادرا لو حصلت. لكن شوفوا بقى السيستميك ممكن تعمل ايه. كل الثلاث سطور اللي مكتوبه دي الكوشنج ثيننج هايبرتنشن دايبيتس اوستيوبروزيس فوريا ديبريشن. يعني حتى سي ان اس والديبريشن بيحصل من الاسترويد مايوباثي. حاجات كثيره جدا والعين بيستسهل وبياخدها ومش عارف ومش عايز ياخد الانهيلر وعايز ياخد دي ومش عارف كل الايه البلاوي اللي ممكن تحصل له. فانت دورك كدكتور ان انت تفهمه دي بتعمل ايه ودي بتعمل ايه وانا ليه كاتب دي ومش كاتب التانيه. تمام. دي بقيه الحاجات في التريتمنت اللي هي ليكو تريم وديفايرز. احنا دلوقتي هوريكم جدول في ستيبس احنا بنمشي عليها. كل مرحله بنزود تريتمنت كل مرحله بنزود تريتمنت فمفيش داعي لدوت عشان نختصر للوقت. ادي الجدول اللي هنخش عليه على طول. العلاج بتاع الازمه بيطلع وبينزل لان انا قلت لكم العيان دوت بيبقى ايه مش ثابت على مدار الوقت. فاحنا بنبدا باللودوز الا لو العيان جاي لي في اكزيربيشن ده ليه تريتمنت لوحده هنقوله. هنبدا باللودوز سواء البرونكودايليتور او الانهيلد كورتيكوستيرويد ونبدا نعمل ستيب اب. يعني كل شهر نتابع العيان. العيان بيتحسن ماشي نستنى 3 شهور. بعد 3 شهور العين لسه بيتحسن نبدا نعمل ستيب داون نقلل خلاص. طب العين مش بيتحسن نبدا نزود. التزويد والتقليل بيبقى بعد 3 شهور. ما نحكمش على العيان غير لو عينا لقينا التريتمنت ده كونتينوس عليه 3 شهور وهو ثابت في ال 3 شهور دي ان هو ما بيتحسنش مثلا او ان هو بيتحسن ما نغيرش غير بعد 3 شهور. هنبدا بايه؟ اول حاجه الحاجات الجنرال اللي احنا كونفيرم الدايجنوزيس. لو في عنده موديفايبل ريسك فاكتورز زي ما قلت لكم يتجنبها يتجنب كل الريسك فاكتورز. الكوموربيدز يعالجها كويس لو هو اوبيز لو هايبرتنسيف دايابيتيك لان كل الحاجات دي ممكن تعمل لنا عدم تحسن بس مش نتيجه العلاج نتيجه العين عنده ديزيز تاني هو اللي مش مخليه مش متحسن او كده فلازم يكنترول الحاجات الثانيه. تمام. من الحاجات المهمه ان احنا لازم نتاكد من الادرنس. يعني قبل ما نزود العيان الدوز بتاع الاسترويد نقول ده مش متحسن لازم نتاكد انه بيستعملها كويس. ما ممكن يكون العيان مثلا انت ايه اللي استخدم البخاخه دي مرتين هو مزاجه بقى مش بيستخدمها غير مره واحده يقول لك ما انا كويس اهو ما حلو يعني ما البخاخات غاليه بدل ما البخاخات فعلا سعرها غالي شويه طبعا عن الاورال خليني استخدمها مره واحده بس وما يقولش للدكتور. يجي بقى في عاده الكشف يا دكتور انا مش متحسن انا تعبت بدات اتعب ما يقولكش خالص ان هو بياخدها مره واحده. فانت لازم تساله. يعني اولا هتساله الريسك فاكتورز هل انت يا عم القطه اللي كانت عندك دي شلتها ولا لسه مربيها العصفوره اللي كانت عندك دي شلتها ولا هيقول لك لا ده انا مفيش من ساعه ما انت قلت لي وانا تخلصت من كل حاجه. طيب العلاج بتاخده كويس تاخده كم مره؟ هتقول والله يا دكتور انا كنت بدا مرتين بس دي الاسبوع باخد مره واحده. يبقى انت كده عرفت السبب. ساعتها مش هتزود الجرعه بقى هتقول له لا ارجع خده مرتين وامشي 3 شهور بعد كده تعالي خلاص. لكن انت لو جيت زودت الجرعه وهو اصلا عيان بياخده مره واحده بس فانت كده هتزود الجرعه بتاع مره وانت ما عملتش انت كده غلط انت كده ماشي مع العين غلط. لازم في الاول تتاكد انه بياخد الجرعه اللي انت كتبتها له مظبوطه مش بيقلل من المرات ولا بيقلل من الجرعه. انت قايل له مثلا ياخد شفطتين يقول لك انا باخد شفطه واحده بس لا يبقى نرجع للي احنا اتفقنا عليه. بعد كده نبقى نحكم بقى هنزود ولا هنقلل بس نرجع للي احنا اتفقنا عليه. ده مبدئيا ده المبدا اللي انت تاخده قبل ما تاخد قرار ان انت تزود التريتمنت. شوف الريسك فاكتورز شوف الكوموربيديتيز شوف الالرجنز اللي كنت قايل له يتخلص منها شوفه هو بيستخدم العلاج كويس ولا لا. ولازم تسال العيان لازم يبقى فيه مشوره بينك وبين العيان. احنا زي ما قلنا الانهيلرز دي مختلفه في الام دي اي دي انبوبه وفيها بلاستيكيه في كبسولات كده بتتحط بودره في حاجات تانية ليها طعم في حاجات ملهاش طعم. فانت لازم في عيادتك او في المستشفى يعني يبقى عندك كل امثله للاجهزه دي وتوري العيان ده بيشتغل ازاي وده بيشتغل ازاي. اللي ممكن عيان يقول لك لا انا بقرف من البخاخه دي لا اكتب لي الكبسولات. في عيان تاني يقول لك لا الحاجات اللي ليها طعم ممكن تخليني برجع احس ان هي نزيه بالنسبه لي لا انا عايز حاجه ملهاش طعم. هتبقى غاليه شويه اللي انت تقول له اه في حاجه ملهاش طعم بس تبقى غاليه شويه هتختار ايه؟ ساعتها لو عرف انها غاليه ممكن يقول لك لا خلاص خليني في مطعم. فانت لازم يبقى في مشوره بينك وبين البيشنت وانت بتختار نوع الديفايس اللي يمشي عليه. ده ديفايس هيمشي عليه 3 شهور مش يوم ولا كبسوله هيبلعها وخلاص لا. يعني فعشان كده بقول لكم عيان الازمه ما هوش سهل مش عيان هيجي تكشف عليه يلا تريتمنت وامشي وروح واي حد يوصف له علاج. لا ده لازم جلسه مطوله. مجرد ما عرفت ان عيان ده ازمات الجلسه مطوره بقى شرح للالرجنز وشرح وازاي الازمه بتيجي وازاي تعمل بلوك فلو ميتر وهتختار انهي جهاز وهنمشي عليه قد ايه وايه اللي ليه سايد افكت وايه اللي مالوش وايه الجهاز المفضل بالنسبه لك وكده يعني. فانتوا اتفقتوا على كل دوت والعيان ملتزم وجالك في عياده الكشف كل الحاجات اللي انت قلت له عليها بتساله عليها تاني لقيته مطبق كل الحاجات دي
ورغم كده ما بيتحسنش تبدأ تزود الدوز. ايه بقى النظام اللي احنا ماشيين بيه؟ في تو تراكس، في تراك عيان اساسا الريليفر بتاعه، احنا قلنا في ريليفر وفي مينتنس. الريليفر اللي هو السريع، عيان بيستخدم الصوبه، او عيان الريليفر بتاعه اللي هو اللونج اكتنج الفورمترول مع الانهيرد كورتيكوستيرويد. بصراحه الصوبه دي في الجايد لاينز الجديده بطلوها، يعني صابه لوحدها دي ما بقتش موجوده، كلمه صابه لوحدها ما بقتش موجوده، لازم يدي معاها انهيرد ستيرويد عشان تعمل سنسيتايزيشن. فسيبكم من الايه، من الصف اللي تحت، خلينا في الصف اللي فوق. العيان بدا بايه؟ لو دوز، زي ما احنا قلنا هنبدا بلو دوز بعد كده نزود لو دوز ايس اس فورمترول. طب ليه ما خدش فورمترول بس؟ لان ده برونكو دايليتور لازم يبقى معاه كورتيكوسترويد، هو المين تريتمنت اصلا كورتيكوسترويد، فهو واخد الاثنين بس بلو دوز. لو هو جه ستيب 1 ما تحسنش، احنا بنبدا في الاول از نيدد اهو، ستيب 1 احنا بادئين ستيب 1 لسه، از نيدد لو دوز ايس اس فورمترول، يعني بيستخدمها بس عند اللزوم، يعني لما تجيله الاتاك مش بيستخدمها صبح وليل مينتنس. العيان ده مايلد ومش بتجيله الاتاك كتيره، بيقول لك مثلا كل اسبوع مره، فانا ليه اديله استرويد كل يوم؟ فخلاص انا بديها له از نيدد لو دوز ايس اس فورمترول. ده بالنسبه للعيان دوت هتبقى ستيب 1 و 2 از نيدد لو دوز ايس اس فورمترول. طيب العيان مش متحسن وبيقول لك لا الاتاك زادت، بعد ما كانت بتجيني مره مثلا في الاسبوع بقت بتجيني مرتين او ثلاثه، وهو بيستخدم اللودوز بتاعته كويسه وكل الحاجات الثانيه مظبوطه، هتبدا تزود تعملها بقى لودوز بس مينتنس. في الفرق بين دي ايه؟ دي لودوز از نيدد يعني عند اللزوم بس، لودوز مينتنس يعني نفس الدوز بس صبح وليل بقى، مش هنخليها عند اللزوم بس، هتبقى صبح وليل مرتين في اليوم لمده 3 شهور. مش مستجيب ميديوم دوز، نرفع الدوز بتاع الاي اس اس والفيرمترول. مش مستجيب بقى ودخل في ستيب 5، ده دخل بقى في سيفير خالص، هنبدا نضيف لها ايه؟ لاما اللي هو الفورمترول، ده لابا اللي هو لونج اكتنج بيتا 2 اجونست. اللاما لونج اكتنج انتي يعني انتي كولينرجي، لونج اكتنج انتي كولينرجي اللي هو التايتروبيوم والحاجات دي نضيفها بقى. مش مستجيب هنضيف له برونكو دايليتور تاني، هو مش مستجيب على الاي اس اس والفورمترول، برونكو دايليتور واحد اهو ما استجابش عليهم، نضيف برونكو دايليتور تاني ونشوف. او ان احنا بقى ما استجابش على دول، هنعمل ريفيرال للفينوتيبك اسسمنت، دي حاجه اسمها البيولوجيكال تريتمنت اوف ازمه. هو واخد عندنا الماكسيمم تريتمنت، احنا ادينا له بقى الميديوم دوز بتاع الاي اس اس والفورمترول، وضفنا كمان لاما ورغم كده مش مستجيب. قدامنا كذا اوبشن بقى، يا اما نعمل ريفيرال للفينوتيبك اسسمنت ان احنا نعمل له بقى الانتي اي جي اي والانتي نيوكوتروينز لو العيان معاه كان بي، ما انت برضو لازم الـ يعني الحاله الماديه بتحكمك، عيان هيقدر يدفع، فانت لا ما تديلوش الهاي دوز اي سي اس والفورمترول، وما تديلوش اورال كورتيكوسترويد عشان نتجنب السايد افكت، نديله الحاجات السيف، هي غاليه بس سيف. لو العيان هيقدر يبقى يجيب يعمل الانتي اي جي اي او الانتي انترلوكين 4 او الانتي انترلوكين 5. لو مش هيقدر يعمل الحاجات ديت وهو مش معاه الماني ان هو يشتري التريتمنت ده، فانت هتبدا ترفع بقى ايه الاسترويد بتاع الانهيلد ستيرويد، تخليها هاي دوز انهيلد ستيرويد فورمترول. خلاص يبقى الاوبشنين دول احنا هنا في مصر، طبعا دي الجايد لاينز اللي بيعملوها الاجانب، هم حاطينها كده لان هم اللي عالي تامين صحي ويقدروا يعملوا اي حاجه على حساب التامين. لكن انا بقول لكم الحاجه العمليه اللي انت هتواجهها في حياتك، هتقول العيان اشتري مش عارفه كام الانتي اي جي اي، ده هيكلفه مثلا 7000 جنيه، هيجيبها منين؟ طيب 7000 جنيه في الشهر ممكن عيان ما يقدرش، التاني باكتر يعني الانترليكون 5 والانتي انترليكون اغلى كمان من الانتي اي جي. فاحنا معظم العيان عندنا بيبقى له سوشي ايكونوميك ستيت، ويعني العيان اصلا بياكل بالعافيه، بيلاقي اكل عياله بالعافيه، فانت لازم بقى تكيف نفسك على الحاله الاقتصاديه اللي انت فيها. فحالتنا احنا الاقتصاديه في مصر بصراحه كلنا بندي انهيلد ايه الهاي دوز اي سي اس مع الفورمترول، ولو العيان ما استجابش الهاي دوز اي سي اس برده مش بنديله الانتي اي جي اللي مش قادر نجيبه، بنبدا ندخل السيستميك ستيرويد. تبدا تدخل ايه سيستميك ستيرويد، لان خلاص العيان ده طالما مش مستجيب احنا بنعتبره بقى فيريس، دخل في اكزاسربيشن خلاص، والتريتمنت بقى اكزاسربيشن سيستميك، فهو خلاص بنعتبره ان هو في اكزاسربيشن وندي له علاج الاكزاسربيشن عشان نحاول نبعد عن الحاجات دي. لكن طبعا الجايد لاينز لو جالكوا سؤال في الامتحان هنكتب الجايد لاينز بتاعت الاجانب، لكن انا بكلمكم على الحاجه العمليه اللي انتوا هتشوفوها في حياتكم. ده نظامها بقى دي، خلاص قفلت كده. طيب تمام. طيب احنا ازاي بقى بنأسس الكنترول بتاع البيشنت؟ احنا قلنا هنديله لو دوز او ميديا، بنزود وبنقلل بناء على ايه؟ بنزود وبنقلل، يعني عيان هيجي لي يقول انا مش متحسن، اقول اه خلاص زود؟ لا، في حاجات يعني المفروض يبقى عندك انت مثلا في المستشفى او في العياده ورقه كده مطبوعه وتديها للعيان تقول له املا لي الورقه دي، وبناء عليها هتقول له هتزود، انت كده كنترولد مش هتزود، او انت ان كنترولد هنزود.
الورقة دي مكتوب فيها 4 أسئلة، 3 أسئلة تخص النهار وسؤال يخص الليل. السؤال اللي يخص الليل: Any night waking to you asthma، يعني هل صحيت مرة بالليل بسبب الحساسية؟ هل صحيتك مرة من النوم؟ هيقول لك yes or no. الثلاث أسئلة بتوع بالنهار: هل جالك daytime symptoms أكتر من مرتين في الأسبوع؟ yes or no. daytime يعني الصبح بقى، يعني جاتلك ديت النفس دي الصبح أكتر من مرتين في الأسبوع؟ هيقول لك yes or no. طب هل احتجت الريليفر؟ الريليفر اللي هو الرابت أكتنج، اللي هو البخاخة السريعة، اللي هو الشورت أكتنج يعني، هل احتجتها أكتر من مرتين في الأسبوع؟ هيقول لك yes or no. طيب any activity limitation due to asthma، يعني مثلا كان عندك مثلا في حد بيلعب رياضة، بيتعلم سباحة، عنده مشوار ما قدرش يروح بس حاسس ان هو تعبان، يعني هل حملت لك ليميتيشن؟ هل حصل اي ليميت اكتيفيتي ليميتيشن ديو تو ازمه؟ هل حصلت لك على مدار الفتره اللي فاتت؟ هيقول لك يس اور نو. هتبدا انت تجمع بقى ايه النقاط دي بتاع يس او نو. لو كلهم نو يبقى العين ده ويل كنترولد، يبقى انت يا عم خلاص خليك ماشي على نفس التريتمنت، ما تغيرش، مش هنغير اي حاجه. لو كلهم يس، يعني من 3 لـ4 يس، هم اصلا 4، من 3 لـ4 يس، يبقى ده انكنترولد، وتبدا تزود، تعملوا بقى ستيب اب. ستيب اب يعني نعلي الدوز، لو من لو ميديوم، لو ميديوم نخليها هاي، لو هاي ما استجابش نضيف لاما كده يعني. لو في النص بقى يبقى بارتري كنترول، بارتري كنترول ده برده هتعلي، يبقى بارتري كنترول وان كنترول كده كده هنعمل ستيب اب. لكن العيان الويل كنترول هنعمل ايه بقى في الويل كنترول؟ هنفضل نخليه ماشي على الاسترويد على طول؟ لا، هنكمل 3 شهور زي ما احنا قلنا. هو مثلا جالك بعد شهر، انت عملت له اسيسمنت بعد اول شهر، طلع ويل كنترول، ثاني شهر ويل كنترول، ثالث شهر ويل كنترول، ساعتها بعد 3 شهور وهو ويل كنترول تقلل بقى، ستيب داون ستيب داون. يعني هو مثلا احنا كنا وصلنا للميديوم دوز، جالي 3 شهور متظبط على الميديوم دوز وكل دول نو، ما عندوش اي حاجه من دول لمده 3 شهور، انا بعمله اسيسمنت كل شهر المفروض، قعد 3 شهور كويس وكله نو، يبقى ساعتها اعمل ايه؟ ستيب داون. ممكن بنوصل لعيني في الازمه انه بيبطل التريتمنت فعلا، هو ماشي على التريتمنت مظبوط ومتابع كل التعليمات وخد الـ3 شهور بتوعه وعملت له ستيب داون 3 شهور كمان، بعد الـ3 شهور التانيين برده لسه كله نو، خلاص هيبطل بقى. انا بعد ما كنت ميديوم بقيت لو، بعد كده بقيت از نيدد، معايا مش محتاج تريتمنت، طالما ان هو قعد 6 شهور مش بتجيله الاتاك ومتظبط بالتريتمنت، مفيش داعي بقى ان هو يقعد على العلاج الازمه طول حياته. لو عين مستجيب معاك خلاص نقدر نعمل ستيب داون، بس ما تحكمش على حاجه غير بعد 3 شهور، يبقى التحسن ده مستمر 3 شهور. نفس الكلام اللي احنا قلناه، الاسسمنت والموديفايبل ريسك فاكتور، النون فارماكولوجيكال اللي هو الويت لوس، ستوب سموكينج، الافويدنس، الحاجات ديت. الفارماكولوجيكال اللي احنا عارفينها، في حاجه ثانيه اسمها اميونوثيرابي، دي اكتر بيستخدموها في الالرجيك ازمة، ساعات بتجيب نتيجه. يعني لو عيان عنده ازمه وفي نفس الوقت الرجيك راينايتس، خاصه يعني لو عنده الرجيك راينايتس والاي جي اي بتاعه عالي زي ما احنا قلنا حاجات الرجيك ازمه، بيعملوا له ايه السكين بريك ده، يلاقوا حساس مثلا من نوعيات معينه، البولنز والدست والسموك ومش عارفه ايه، فبيجيبوا الـ3 حاجات دول ويعملوا له منها دي سنسيتايزيشن، بيحقنوها بكميات بسيطه جدا سبكوتينيسلي او سابلينجوال، بحيث العيان جسمه يبدا يتعود على الحاجات ديت بالتدريج، بتدي له جراديوال انكريزنج دوز، يبدا يتعود عليها بالتدريج، جرعه صغيره، جرعه تكبر 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 الجرعه لغايه ما الجسم يبدا يحس ان الحاجه دي مش غريبه عليه، ومش هيعمل بقى، مش هيهيج اول ما يتعرض ليها. خلاص دي فكره الاميونوثيرابي، ان احنا بندي جراديوال انكريزنج دوز من الالرجين اللي بيعمل حساسيه للعيان دوت، بنحقنها سبكوتينيوس او العيان بياخدها سابلينجوال في جراديوال انكريزنج دوز، بس دي اقل مده للتريتمنت بتاعته 3 سنين. هو طبعا طويل شويه والعيان ممكن يزهق، عايز عيان نفسه طويل وعايز تسلكت البيشنت نفسه، يعني عيان ازماتك لوحده بصراحه لا مش بيستجيبوا، اللي بيستجيب اكتر اللي عنده الرجيك راينايتس او اللي عنده اتوبي او الرجي في السكن يعني، والاي جي اي بتاعه عالي. تمام كده، نيجي بقى للاكزيربيشن اخر حاجه، خلاص انا طولت عليكم زهقتوا. احنا لسه في اول اليوم. الاكسسربيشن عيان جاي لك بايه، انكريز السيمتومز، تطلبت زياده في التريتمنت، في زياده فظيعه في السيمتومز، ديزنيا فظيعه، ديكمنيا فظيعه، الزياده دي تطلبت ان احنا نزيد التريتمنت وعبال من نعمل في ستيب اب والعيان مش مستجيب، يبقى ده في اكسسربيشن. خلاص هنعالجها ازاي؟ العيان بيجي لك ايه اصلا؟ تديزنك، تكبنك، ممكن نلاقي العيان سايلنت شيست، وي ديفيوز، ويز جامد ما كانش مسموع عنده قبل كده، الاير انتري ديمينيشد، بارادوكسيكال اكسبيريشن، في السيفير خالص ممكن يجي لك هايبوكسيميك، العين الاكسجين بتاعه اقل من 60 والساتوريشن بتاعه قليل، البي اتش بدا يبقى اسيدوتك، لا يبقى العين ده لازم يبقى يقعد معاك شويه في الايه، في الاستقبال، وممكن كمان تعمل له ادمشن لو ما استجابش. هتعمل له ايه بقى في الاستقبال؟ لو عيان جالك بالمنظر ده، هو عيان ازماتك وخدت منه الهيستوري او من اهله عنده حساسيه، دكتور ماشي على البخاخات وكده، وفجأة قديله مثلا من امبارح نفسه متضايق وبياخد البخاخة مش جايبها نتيجة،
تسمعه وتلاقي سايلنت شيست او ديفيوز ويزس، ويعني العيان تكبنك التاك كارديا وتكبنيا الريسبيتوري بتاعه عالي، لقيتل الاكسجين، لقيت الاكسجين بتاعه بدا يقل، لا يبقى نبدا بقى اول في التريتمنت بتاع ايه الاكزاسربيشن. بنبدا اول حاجه الحاجه السريعه اللي ينجز معانا الشورت اكتنج بيتا تواجنس، جلسات ورا بعضيها ورا بعضيها، كل 10 ان شاء الله كل ربع ساعه تدي له جلسه ريبيتد ومفيش انترفلز، ريبيتد لغايه ما العيان انت كل شويه ريبيتد وتسمع. بدا العيان يفك تمام، معاها اكسجين، يعني الاكسجين برضو بيحسن البرونكوسبازم من الاكسجين، خاصه لو العيان هايبوكسيميك لو الاكسجين بتاعه قليل، فانت هتدي اكسجين وشورت اجنبيت واجنس ريبيتد ادمنستريشن. حسيت العيان مش مستجيب ابدا دخل السيستميك، مش هندي انهيلد بقى، احنا مش هنهزر كده، العيان هيخش مننا في هيتحط على جهاز تنفس صناعي، الانهيلد ده بيقعد على ما يشتغل فتره، فاحنا هندي سيستميك كورتيكوسترويد ساعتها خلاص وانتروفينس كمان. من ضمن الحاجات اللي بتاعتي برضو الانتروفينس ايه برونكوديليتور اللي هو الامينوفيلين، دي حاجات رابيد اكشن. يبقى احنا دخلنا العيان بكل الميجرز، شورت اكتنج برونكوديليتور، برونكوديليتور او سيستميك، اكسجين، استيرويد سيستميك. والله العيان استجاب خلاص، هنرجع بقى ايه نشوف ايه سبب الاكزاسربيشن، مثلا لو في انفيكشن نديله انتي بيوتيك ونزود بقى الجرعه، نبدا نزود الجرعه شويه بتاع نهيل ديكورتيكوسترويد، نعمل ستيب اب سنه لغايه ما العيان يبقى ستابلايز، بعد كده ترجع ايه تقللها تاني. طب العيان ما استجابش، ساعتها ندخله فين؟ في الاي سي يو. يعني انت عمال تدي اكسجين، عمال تدي نيبولايزر، اعطيت سيستميك كورتيكوسترويد، اعطيت انتروفينوس امينوفيلين، في حاجه اسمها ماجنيزيوم سلفيت، دي حاجه برده قويه بتعمل برونكوديليتيشن سريع، انتروفينوس ماجنيزيوم سلفيت. وصلت لمرحله، في ناس بتوصل لمرحله الابنفرين، البنفرين ده برونكوديليتور قوي جدا ورغم كده مش نافع، يبقى ساعتها تدخله فين؟ الاي سي يو، بيتحط على جهاز تنفس صناعي سواء بقى انفيزيف او نون انفيزيف، وده العيان طبعا هيبقى حظه سيء لان هو ما يستجابش على كل الميجرز دي، مش بنشوفهم كتير، يعني معظم العيانين بيجوا في اكزاسربيشن بيستجيبوا، انما ساعات في طبعا ريرلي تبقى عارف انت النيكست ستيب، لو العيان بعد كل ده ما استجابش يبقى انت كده هتدخله الاي سي يو. اني انديكيشن اوف اي سي يو، سيفير ازمه ما استجابتش لاي حاجه، كل الميجرز مش مستجيبه، او لو العيان بدا يتروخ، بدا يغيب عن الوعي، فانت هتعالج واحد غايب عن الوعي؟ لا خلاص، بدا يبقى لوس اوف كونشس ودراوزنس وكونفيوز، يبقى على الاي سي يو على طول. امبيندنج ريسبيراتوري اريست، يعني انت لقيت الاكسجين، انت عمال تدي اكسجين، عمال تدي برونكوديليتور كورتيكوسترويد، الاكسجين بدل ما بيتحسن بيقل، يعني كان جاي لك 93 بدا يبقى 90، بدا ينزل تحت 90، لا مش هنستنى لما العيان يفطس، مش هنستنى لما يموت، يعني هندخله على طول الاي سي يو. يبقى لو العيان ما استجابش للميجرز كلها بتاع سيفير ازمه، او العيان دخل في كونفيوجن او لوس اوف كونشس او دراوزنس او امبيندنج ريسبيراتوري اريست، يعني بلاد جاز بتاعته بدات تقل، يبقى دوت على طول على فين؟ على الاي سي يو. دي اخر حاجه، دي نبذه مختصره، الالرجي برونكوبلمونر اسبيرجيروزيس، وده فانجل انفيكشن. بس انا ليه قلته هنا؟ لان ده بيعمل اكزاسربيشن للازمه وبيخلي الازمه ان كنترولد، يعني انت ساعات تبقى عاطي العيان الماكسيمم تريتمنت بتاع كل حاجه ومظبط له الانهيلرز بتاعته وماله تعمل ستيب اب والعيان برده مش حاسس ان هو متحسن. ايوه هو مش ديساتوريتد، العيان مش ديساتوريتد ومش جاي لك بقى باكزاسربيشن تكبنك وتكيكارديك وبتاع، بس الويز شيست بتاعته مش متحسنه، كل مره تسمعه تلاقيه ويز، العيان بيقول لك انا نفسي زي ما هو، برده نفسي متضايق، فانت تبدا تفكر في اسباب. ده اشهرها الحاجات اللي بتعمل ان كنترول الاسبرجيلوس. بتعرفه ازاي؟ بتعمل العيان سي تي مش اكس راي، سي تي هتلاقي فيه سنترال برونكيسس. الاسبرجيلوس ده هو بيعمل برونكس بيزم، وبيزود برضو الاي جي اي، بيزود التوتال اي جي اي، ويبقى فيه الرجي للفنجس نفسه، التوتال اي جي اي بيزيد، وبيعمل ميوكوس امباكشن كتير جدا، ميوكوس هايبر سكريشن، الميوكوس ده بيسد الالفيولاي والبرونكاي، فبيعمل لك برونكيسس وبيخلي السيمتومز مش مستجيبه تمام. فانت لو لقيت عيان ازمتك مش مستجيب ومال يقول لك انا عامل كل حاجه وباخد التريتمنت مظبوط يا دكتور زي ما قلت لي وبيستخدم البخاخه كويس وكل الافويدنت ريسك فاكتور، ولقيته برده لسه ستيل كده، فكر في حاجه زي ديت الالرجي بروكوبالمون اسبيرجيلوزيس. تعمل العيان سي تي، ممكن تعمل له سبيوتم وتشوف الايه الفنجس ده الهايفي بتاعته، ممكن تعمل في السبيوتم، يعني تقولي بتاع المعمل اعملي اكزامينشن سبيوتم في الفنجل ايه هايفي، هيقول لك بوزيتيف فور اسبيرجيلوس، خلاص يبقى عرفت ان هو اسبيرجيلوس. طب انت ده هتعالجه ازاي؟ برضو هيبقى عنده الايزينوفيلز عاليه والاي جي اي عالي، في توتال اي جي اي بيبقى عالي، وفي حاجه اسمها اسبرجيلوس سبيسيفيك اي جي اي، بتتعمل برضو في المعمل لو انت عايز تتاكد ان هو اسبرجيلوس، هتعمله التوتال هتلاقيه عالي، هتعمله الاسبرجيلوس سبيسيفيك هتلاقيه برضو عالي. هتعالجه ازاي؟ نفس التريتمنت بس هزود سيستميك كورتيكوسترويد وانتي فانجل، هنزود انتي فانجل وسيستميك كورتيكوسترويد فتره بقى، ممكن تمتد لثلاث شهور ست شهور على حسب استجابه العيان، بعد كده نعمل لها جراديوال وذرول. بس يعني اتمنى المحاضره تكون خفيفه عليكم وتكونوا فهمتوا. في حد عنده